أمسية طيبة لكم أنتم مشاهدينا متابعي قناة الجزائر الألوان، ودوما عبر قناتكم المفضلة ومن خلال برنامجكم الأسبوع اللي يطلع عليكم كل يوم جمعة، برنامج واش قالوا، اللي دائما يسلط الضوء على الكثير من المواضيع والكثير من الأحداث الوطنية الدينية وحتى الأسبوعية اللي تحدث في الأسبوع. اليوم مناسبة خاصة جدا، اليوم تزامنت الحلقة حلقة اليوم برنامج واش قالوا مع ذكرى عزيزة وعلى مناسبة عظيمة، اللي هي مناسبة ليلة أو ليلة ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، خير خلق الله صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. في هذه الليلة المباركة التي نكثر فيها من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونلتقي بها من خلالكم من خلال شاشة قناة الجزائر أنوان، لنفتح نافذة لنتحدث ولنحتفل كذلك معكم من خلال قناة الجزائر أنوان بهذه الذكرى العزيزة التي نتشارك فيها الفرح، نتشارك فيها هذا الميلاد، ميلاد خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. نبتدئ هذا البرنامج بكلمة يعني اللي شرفنا بها رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الأستاذ الدكتور عبد الرزاق قسوم حفظه الله، نتابع الكلمة ولا نعود. بسم الله أبتدي وبهديه أهتدي، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المعلم الأول الذي بقدوته نقتدي. إخوتنا وأخواتنا الأفاضل، سلام عليكم في يوم مولد المعلم الأول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا المولد الذي حول وجه العالم وحول وجه الإنسانية من الشقاق والنفاق والعنف وكل المعاني الجاهلية، حولها إلى معاني الحب والتسامح والإخاء والدعوة إلى الله بالتي هي أحسن. هذا اليوم هو الذي نحيي فيه ذكرى مولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لكن السؤال الذي يواجهنا: كيف نحيي هذا اليوم؟ كيف نحتفل بمولده؟ وماذا يجب أن نستفيد منه؟ هناك أقوال مختلفة في سنية وبدعية واستحبابية هذا الإحياء، ولكن نحن لسنا من هذا النزاع بموافقين، نحن لا نوافق على هذا النوع من النزاع، ولكننا نقول بأن محمد عليه الصلاة والسلام هو القدوة، القدوة لأطفالنا كطفل صادق، والقدوة لشبابنا كشباب آمن، والقدوة لكهولنا وأزواجنا وشيوخنا كزوج صالح وككهل ومواطن صالح. وهذه هي المعاني التي تهمنا في مثل هذا اليوم. نحب يا إخوتي وأخواتي أن نبعد إحياء يوم المولد النبوي عن كل أنواع العنف، العنف اللفظي، العنف المادي، العنف المعنوي، العنف المسلح، كل أنواع العنف يجب أن تختفي بواسطة هذا المولود الجديد السعيد الذي المجيد الذي علمنا كيف نحب السلم ونحب السلام، وآتانا بالديانة التي أولها سلام وآخرها سلام. إذن ماذا نستفيد من هذا الإحياء للمولد النبوي؟ قلنا بأنه يجب أن نجنب مجتمعنا في هذا اليوم كل أنواع المفرقعات التي تسيء إلى الإنسان وتسيء إلى الأبدان وتسيء إلى القلوب وتسيء إلى النفوس وتسيء إلى العقول. هذه كلها لا علاقة لها بالمولد والمولديات، لكن الذي يجب أن يكون في إحياء المولد النبوي هو ماذا؟ هو أن نستخلص من حياة نبينا عليه الصلاة والسلام المعاني التي تلهمنا وتضيء لنا حياتنا على جميع المستويات.
نعلم أطفالنا كيف نتعلق بمحمد، ونعلم أطفالنا كيف يجب أن نقتدي بمحمد، ونعلم أطفالنا كيف يكون محمد عليه الصلاة والسلام هو الأمل، هو المثل، هو النموذج، هو القدوة. عندما كنا أطفال كنا نتغنى بنشيد محمد العيد آل خليفة: بمحمد أتعلق وبخلقه أتخلق، وعلى البنين جميعهم في حبه أتفوق. هكذا كنا كأطفال نتعلق بمحمد ونحب محمد ونعلن عن تفوقنا في حب محمد. وكذلك قلنا ونقول إن ما يجب أن نتعلمه من مولد النبي عليه الصلاة والسلام هو كيف يصبح محمد في حياتنا عملا صالحا نقتدي به ونهتدي به. ولا مجال لأن نقول بأن قدوة محمد وأخلاقه عليه الصلاة والسلام تجاوزت حدود المسلمين إلى المنصفين من غير المسلمين. هذه الإنجليزية القسيسة التي كتبت كتاب بعنوان محمد نبي لزماننا. ما معنى محمد نبي لزماننا بالإنجليزية؟ محمد is our prophet, is a prophet for our time. معناها صالح لأن يقودنا في زماننا هذا. ولو كان محمد في هذا الزمان لاختفت هذه الحروب التي تقتل الناس، ولاختفت هذه الفئات التي تتقاتل مع بعضها بعض، ولاختفت كل أنواع التنابز بالألقاب والجنسيات والقبليات الضيقة، ولا ضمن الحب والإخاء والوفاء والصفاء، وهذه هي القيم التي نادى بها محمد. إذن نبينا عليه الصلاة والسلام يجب أن نتعلم منه في هذه المناسبة كيف كان طفلا، كيف كان شابا، كيف كان كهلا، كيف كان شيخا، كيف كان نبيا، وكيف كان مواطنا صالحا وقائدا صالحا يقود الإنسانية نحو الأمان ونحو الأمن ونحو الإخاء ونحو الوفاء ونحو الصفاء. إذن يا إخوتي لا نكتفي في هذا المولد بأكل المأكولات فقط، وهو شيء جيد. لا نكتفي بأن تجتمع العائلة فقط على حب محمد وكذا، هذا كله كذلك جيد، ولكن يجب أن نتجاوز هذا إلى أن نغرس في قلوب بعضنا بعض وفي نفوس بعضنا بعض أخلاق محمد وأمثلته ونماذجه وتسامحه وحبه وأخلاقه العالية، حتى نبني المجتمع الإسلامي الفاضل في ضوء القيم المحمدية وفي ضوء المبادئ المحمدية وفي ضوء الإسلام الصحيح بفهم صحيح وتطبيق صحيح. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون المولد النبوي مناسبة لإعادة وحدة صفوفنا وتحقيق آمالنا وتثبيت مبادئنا وأسلامنا وقيمنا، ونتمنى إن شاء الله أن يحول الله شقاق الأمة الإسلامية وأخلاق الأمة الإسلامية المتنابزة إلى وئام وإلى سلام وإلى محبة، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إذن كانت هذه كلمة الدكتور عبد الرزاق قسوم، ربي يحفظه إن شاء الله، اللي كانت كلمة قيمة موجهة للمشاهد، موجهة لكل أمة العربية والإسلامية اللي راهم يتابعوا فينا في هذه المناسبة اللي تحل علينا ليلة 12 من ربيع الأول، ليلة تحل علينا بنورها بظلها الجميل لترسل إلينا رسائل كبيرة، ولنتذكر بها خصال أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. احنا اليوم في برنامج واش قالوا في فقرتنا هذه الأولى خصصناها للصوت الجميل، للرسالة الجميلة واللي دائما تتغنى
بمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحبوا معايا، نبدا من اليمين لليسار. معانا الفنان الأغنية الشعبية اللي حبيته وعرفته دوما بأغانيه الهادفة وبرسائله الجميلة اللي تكون دايما في شكل أغنية، أغنية الشعبي اللي دايما هي من موروثنا وتراثنا الجزائري. حاضر معانا الفنان الجزائري رائد الأغنية الشعبية دحمان درديش. مساء الخير. مساء الخير. أسلامة. مساء الخير. كما احنا نقولوا صحة مولودك، احنا دايما نحتفلوا بالمولود على طريقتنا. مرحبا بك. نعم، الله يسلمك، يعطيك الصحة على الدعوة هذه، خاصة في هذا اليوم المبارك اللي نحيو كامل الشعب الجزائري والأمة العربية المسلمة، ونحيو كل الطاقم الجزائرية. يعني يعطيك الصحة مرة أخرى على الدعوة هذه، وإن شاء الله احنا رانا محتفلين إن شاء الله بهذا اليوم المبارك اللي الأمة العربية المسلمة كامل تحتفل به. وهذا يوم، هذا ماشي يعني انسان جاته حاجه جديده، لكن حاجه مقدسه ومباركه عند ربي العالمين. واحنا مسلمين الحمد لله يعني نحتفلوا بطريقه الاسلام في هذا الـ في هذا الـ هذا الـ اليوم المبارك. اليوم المبارك. بارك الله فيك. كذلك معنا الشاب اللي جانا اليوم صاحب الحنجرة، كذلك الرنانة بمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا المنشد رياض سكوتي. مساء الخير رياض. مساء النور أخي. مرحبا بك معنا. أرحب بك بخير. شكرا. الله ينورك. ليلة سعيدة. ليلة سعيدة مباركة. صحة مولدكم، كل عام وانتم بخير بإذن الله. إن شاء الله يا رب يعطيكم الصحة. أول حاجة نبداو بها نتكلموا على مظاهر الاحتفال بهذا اليوم المولود. احنا ملي كنا صغار كانت المولود احنا نعرفوه بون فيه حاجات إيجابية اللي نحتفلوا بها، وكانت فيه مظاهر سلبية، لكن شوفوا نقصد نتكلم على المظاهر الإيجابية هي أننا في هذا اليوم نعاود نستذكر يعني سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال معرفة رمزية هذا اليوم وهو ميلاده ورمزية سيرته يعني طيلة حياته. وكنا في كل مرة نعاود نفرجوا المسلسل أو الفيلم، عفوا الفيلم التاريخي تاع الرسالة، يعني كان عبارة عن تسليط الضوء لقصة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيفاش جاب الإسلام وكيفاش نشر الإسلام من المكة إلى المدينة. يعني نحكيه اليوم على الاحتفال، احكيوا لنا فناننا كيفاش تحتفلوا بهذا اليوم. لا، هي كبقي كل الجزائريين أو العرب المسلمين عندنا احتفال واحد في منهج واحد. نعم. على نور الإسلام. نعم. تبقى طريقة كل واحد باش يأكل في الدار، هذه حاجة أخرى. كل واحد علي من متعود، ولا كل واحد احنا ما نقولوش كامل لازم يأكلوا حاجة، لكن تبقى الأطباق متنوعة في خاصة. صح. في الجزائر احنا راي 48 ولاية، الله يبارك. أبقى 58. 58 الله يبارك. تبقى عادات، لكن تبقى بعض يعني نقدر نقولوا احنا العادات ماشي مختلفة بزاف على الجزائريين، لأنه أنت يا راك من غردايا اليوم راك في العاصمة، يعني عندك الأكلة تاعك تجيبها لهنا ما تبانليش حاجة، يعني شغل. صح. لازم نروح لغردايا باش ناكلها. دونك كاين اتصالات في الطبخ، اتصالات يعني في هذه الأمور اللي الحمد لله. وكل. صح. واحد نتكلموا كذلك على نقطة، احنا كنا زمان نشوفوا كي يلحق المولد النبوي ولا المولود كما نسموه، كان دائما نعرفوا نشوف انتشار ما يسمى بالمحالق، نشوفوا هذه الظاهرة نقصت. لكن الاحتفال ماشي بهذه الطريقة تاع. نعم. المحارق، يعني ما نقدروا نقولوا باللي اليوم على روحنا شباب، اليوم نقدروا نقولوا باللي فيه نوع من الوعي. لا، ما لازمش نكذبوا على روحنا، عبالك هذه الامور تاع صغار. احنا مام كي كنا صغار تربينا هكذاك المحارق وتخبيا، مالغري ما كانوش لي مويه، احنا بكري كنا نديروا واحد القوطيات هكذا وتعمر بالكربون ويكلاطي والدنيا وشموع ناقصين، على بالك ماشي كيما دوك. الحمد لله كاين امور اللي يعني تعطي حله لليله تاع المولد النبوي الشريف، شموع، كاين نوالات، كاين امور يعني اللي الحمد لله برقي الموايان يعني لولادنا ولا اخواتنا صغار ولا حاجه. ولكن تبقى النصيحه يعني اللي نمدوها دائما في كل ما تجي المناسبه هذه، يعني ان شاء الله يتفاداوا المحارقه دوك الكبار اللي يديروا لي ديكا. الانسان ماذا به يزهى. وكي تزهى واحد الوقت كنت نخدم واحد عفسه هكذا، واحد الاغنيه يقول واللي ما زهاش في الدنيا من الروح خالي مثل البهيم يحرث ويجي للعلف العشيه. الزهو صاف با دي لازم نروح نشطح. الزهو كي تكون تصلي
تكون تزهى. صح. صديق الايمان تاعك يعني تكون فيك طاقه ايجابيه، روح ايجابيه. اه لازم المفهوم يعني العام تاع كلمه زهو وين كي تروح لمكه المكرمه تزهى. هذه يعني بالمناسبه تاع المولد يعني تعيش اللحظه. وتبقى الرساله تاع الفنان يعني كل مناسبه عندنا لها يعني مديح او اغنيه او حاجه، واليوم جبنا لكم حاجه مديح على الرسول صلى الله عليه وسلم، نمدحوا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، سيدي وسيد الخلق. هذه جايه يعني في الالبوم الجديد، درت هذا الاخر وان شاء الله اقدمه لكم ان شاء الله. قبل ما نروحوا للمديح نعود نولي للرياض. رياض مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي، كاين بزاف اللي يقول لك باللي الاحتفال بالمولد النبوي عنده يختلف من منطقه لمنطقه وكيفاش يحيوه. احكي لنا انت من تعمل بس تسكن في العاصمه لكن اصول من غردايه، احكي لنا شويه على مظاهر الاحتفال في غردايه بالمولد النبوي الشريف. قبل ان ابدا قال اجمل ما نحتفل به صلاه النبي، تعمل صلى الله عليه وسلم النبي. صلى الله عليه وسلم. اما الاحتفالات زعما تكون عاده تحت المدائح الدينيه زعما بين المغرب العشاء في تلك الليله ثم بعد صلاه العشاء في المنازل زعما عائله كدايا يحيوا الليله بمدائح دينيه، يعني عندهم كتب هكذا يتبعوا مدائح دينيه وتفكروا سيره النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذه عامه ما شاء الله يعني لكل منطقة عندها طريقتها وعندها يعني أصولها في الاحتفال بكل المناسبات الدينية وحتى المناسبات اللي عندها يعني دخلة في تراثنا ودخلة حتى في تقاليدنا. ذكرى مولد النبوي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، هي ذكرى اللي من خلالها كذلك نوجه رسائل لأبنائنا باش يعاودوا يعرفوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت خصاله وما هي الأشياء التي جاء بها لهذه الأمة، ماذا قدم لهذه الأمة. كل هذه النقاط يعني تجي في هذه المناسبة لنستذكرها مع أبنائنا ولكي نعرف أبنائنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال أمتي أمتي، بمعنى كان أحب الناس لهذه الأمة وما زال يعني في كل صلاة نصليها يصله صلاتنا فتبلغه، فنقول اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. قلت لكم في الفقرة الأولى ستكون مخصصة للجانب الاحتفالي بهذه المناسبة، وحاضرين معنا منشد ومعنا فنان الأغنية الشعبية. نرجع لك فنانة، قلتنا اليوم جبت لكم مديح. نعم جبتكم مديح سيدي وسيد الخلق، واسمه هو في ألبوم جديد اللي بالك مازال ما خرج، لكن إن شاء الله مع ظروف الكورونا واش تجوزنا هذا وما التعطلات، لكن يكون إن شاء الله في الساحة الفنية. وحنا ما نخبوش على الجمهور تاعنا اللي خاصة اللي يتبعونا سواء في المديح الديني أو في يعني في أغاني شعبية اجتماعية، يعني تدي يعني كاين امور تاع الوالدين، كاين امور نعم بزاف يعني هي معروفه تعالج حنا ما نديروش امور اللي نندموا عليها كي نكبروا، نديروا ماذا بينا حاجه نخلوها في التاريخ. نعم يعني اشياء رساليه، نعم يعني فيها رساله توعويه نعم. وبهذه المناسبه تحب نديروا هذا؟ نعم اذا نسمعوا يعني تفضل نديروا هذا المديح. مديح نعم. وهذا نذكروا باللي راهو ضمن الالبوم الجديد. نعم سيدي وسيد الخلق كلها بعثوا لينا البدر المنير بها جاب الأمانة، سيدي وسيد الخلق كلها بعثوا لينا البدر المنير بها جاب الأمانة. يا ربي نديك بالجر زورا لحبيبي، حبيبي رسول البشر حبه في قلبي، حبيبي رسول البشر اختاروا ربي، سيدي وسيد الخلق كلها بعثوا لينا البدر المنير بالباب جاب الأمانة،
سيدي وسيد الخلق كلها بعثوا لينا البدر المنير والبهجة في الأمانة. يكتب لي الله نزور مقامور إن شاء الله يكتب لي الله نوقف قدامور خاطر يكمل لي رجاء إخواني هالمور خاطر يكمل لي رجاء الواجب نقومور سيدي وسيد الخلق كلها اختاروا لينا بدر المنير والباجة بالأمانة سيدي وسيد الخلق كلها بعدوا لينا البدر المنير والباجة بالأمانة اختارك الله ربنا يا حبيبنا يا الحبيب انت عزنا فيك الشر وفيك الهنا يا الحبيب انت عزنا يا شفيعنا سيدي وسيد الخلق كلها بعثوا لينا البدر المنير والباجة بالأمانة سيدي وسيد الخلق كلها بعثوا لينا الله 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 صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك ويعطيك الصحة وما شاء الله يعني أغنية لخصت يعني كثير من الخصال خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. حكينا شوية فقط على الألبوم هذا. لا هذا ألبوم يعني احنا كنخدموا ألبوم احنا نقولوا إن شاء الله إن شاء الله بالخدمة يجي الإنتاج احنا إن شاء الله يعني الفنان يولي بوسك جات مناسبة تاع الفنان تولي إن شاء الله الخدمة وكاين الخدمة والإنتاج الإنتاج ماشي لازم دحما الدريس اللي يجيب حاجة جديدة احنا كل من يشارك في الأغنية الشعبية باش ما نخلوش تعتبر الأغنية الشعبية راهي في مرتبة هي دائما في قاعدة أو قالب فني جزائري ماذا بينا يعني نحيي كامل زملاء الفنانين بهذه المناسبة إن شاء الله نقول لهم كل عام وانتم بخير ماذا بينا إن شاء الله يجيبوا الجديد سواء في المديح أو في كل واحد يعني كاين يعني فنانين اللي يعطيهم صحة راهم واقفين على الأغنية الشعبية يعطيهم صحة هذا الألبوم فيه يعني فيه واحد فيه سبعة ولا ثمانية دي تيتر هكذا عناوين هذا الألبوم درت فيه يعني أربع مدائح دينية ودوك نزيد لك واحد شوية إن شاء الله برك هكذايا وفيه أغاني فيه أغاني جديدة إن شاء الله كي يخرج يكون عند الجمهور لحمان دريش يكتب لروحه ويلحن نفسه لا كاين يعني باش نقول لك ندير ألبوم وكامل تاعي نكتب عليك لأنه لازم تطلب الوقت وتطلب أغنية كاين وين تحكمها في ست شهور ولا عام باش تكتبها وتألفها لكن أنا ديت عبارة أنه من 2011 يعني من 2011 ليومنا هذا الألبوم الأخير درت ثمن ألبومات يعني كل عام ألبوم وكل ألبوم ندير فيه مديح ديني دائما نختمه بمديح ديني لأنه كاين مناسبات كثيرة تاع الحمد لله يعني وين كاين شهر رمضان كاين مديح دينية في مولد النبي حكينا شوية فرق كيفاش يتفاعل معك الجمهور لما تكون يعني في مثلا في وليمة كما احنا نقول ولا هي على بالك تختلف الوليمات يعني بين عرس تخدم عرس انت في جنان ولا في هكذا مع احبابك قدامك ومنا وتخدم انت حفل او صواري للجمهور يعني وين ما تعرفش الناس وهذه يبقاو لكن واش الرساله اللي تعرفك هي واش جبت انت يا تبقى الاغنيه اللي جبت انت الى تفاعل معها الجمهور صح ما يتفاعلش معك انت يتفاعل مع الاغنيه لانه انت راك تأدي في دور
الفنان كي يوقف هكذا راه يؤدي في رساله ودور، والجمهور لازم يرتبط بهذاك الدور اللي راه يقدم الفنان. صافي ان شاء الله ربي يوفقنا نجيبوا رسائل دائما ان شاء الله ان شاء الله توعويه وتاع فوالا ان شاء الله. من الاغنيه شابيه نروحوا للانشاد نسمعوا رياض وبعدها نتعرفوا على حبه لهذا المجال الانشاد، كيفاش بدا في الانشاد. اعطينا وصله انشاديه راح تكون اكابيلا وبعدين نتكلموا شويه على مجال الانشاد. هذه وصله دائما في مدح النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم. عدل العاذلون فيك ولام كل لوم على المحب حرام. الله. عدل العاذلون فيك ولا كل لوم على المحب حرام. أنت الذي أسرى بك المهيمن ليلا، أنت الذي يا حبيبي صلوا عليه صلى الله عليه وسلم أسراها بك المهيمن ليلا، وتقدمت إلى الصلاة وتقدمت إلى الصلاة نلت والأنام نيام. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. لقد جاء في الأصول عن النبي الرسول، لقد جاء في الأصول عن النبي الرسول أن أفضل ما نقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. زاد النبي وفرحنا به صلى الله عليه عاشقي نا رسول الله صلى الله عليه. صلوا على بن آمينة صلى الله عليه فارس مكة والمدينة صلى الله عليه. سيدنا النبي يشفع فينا يا عاشقين صلوا عليه يا عاشقين رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ما شاء الله رياض، أحكينا على هذه الموهبة أين لك هذا؟ هذه موهبة من عند الله سبحانه ما شاء الله وثم تطور زعما. كيفاش بديت؟ علاش رياض خير الإنشاد؟ الإنشاد فيه رسالة هادفة، فيه رسالة واضحة أيضا، فيه مديح نبوي، يعني دوك راني نأدي ومامتو غاشي تدي معايا الأجر، قلت الله عليك غاي تدي الأجر، فهمت؟ كيفاش بديت في هذا المجال؟ هذه الموهبة بديتها كي كنت في الابتدائية سنة ثالثة،
كانت عندنا فرقه مجموعه كذا انشاديه داخل المدرسه الابتدائيه. داخل المدرسه نعم السنه الثالثه. وين قريت المدرسه الابتدائيه؟ فاش نوجه لهم تحيه. في غردايه قريتها. نوجه لهم تحيه. نوجه لهم تحيه كبيره خاصه الاستاذ حسين زعما هو اللي اختار لي. ما شاء الله. كان الاختيار فجائي على كل حاله تما كي اختاروني وكا بعد اكتشفت صوتي. ما شاء الله. بعدها بدا يتطور شوية شوية الحمد لله ربي يوفقنا لما أكثر إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله إن شاء الله نتمنى لك إن شاء الله التوفيق إن شاء الله. وبعدين نزيد نرجع لك الوصلة أخرى إن شاء الله ولا خلاص إن شاء الله إن شاء الله. نعم نرجع للأغنية الشعبية كنت بعثني باللي سمعنا واحدة أكابيلا باش نبقاو في الأجواء الاحتفالية ودائما كما كنت تشوفوا يعني حتى المدح ولا الاناشيد دائما فيه مدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودائما ان شاء الله هذه الليله نكثر فيها من الصلاه على رسول الله. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. صلوا صلوا سلموا يا عباد الله على حبيبنا ابن عبد الله. صلوا صلوا سلموا يا عباد الله على حبيبنا ابن عبد الله. من غيرك يا الله أنا ما نرجاه الحمد والشكر للمالك الله. هيا قوموا قوموا ندوا حق الله لغنا نرجو غدوة عند الله. صلوا صلوا سلموا يا عباد الله على حبيبنا ابن عبد الله. صلوا صلوا سلموا يا عباد الله على حبيبنا ابن عبد الله. صلى الله عليه وسلم. يعطيك الصحة وبارك الله فيك. تكلمنا على الأداء الآن نتكلموا على الآلة اللي تستعمل فيها. تحكي لي على المشيخة يعني باش تأدي ومامطون يعني تعزف هكذا. هذه دخلها في يعني كي كنا صغار درنا دي كونسيرفاتوار قرينا يعني أمور باش توصل لهذه الدرجة ومازال ما وصلناش على كل حال ما نعرفوا. الحمد لله أنا نشوف أداء ما شاء الله. رانا مازلنا نتعلموا. هذا تواضع منك. لا حقيقة مازلنا نتعلموا لأنه على بالك الفن هذا كبير خويا عبد الغني. فن راهو بحر كبير باش اشاك فوا واش راني نقول لك انا نسجل الالبوم نقدر ندير اغنيه واحده في الالبوم يعني بالدراسه تاعها بالموسيقى تاعها بالكلمات هذه تطلب وقت. نعاود نقول لك حتى السؤال تاعك اللي قلت لي الا تكتب وحدك ولا ما تقدرش دير في عام واحد ألبوم يعني من كلماتك كامل من أغاني ولا ديرهم كامل من كلماتك لكن تستعان كاين ناس يعني شيوخ اللي الله يبارك نجيبو من عندهم ونمزجو كما يقولوا نطمو الأغاني ونخرجوا ألبوم فوالا. ولكن تبقى هذه بالخدمة تبقى الخدمة لأنه باش تعلم حاجة جديدة. أنا عندي حاجة خويا عبد الغني يعني جامي درت البوم وعاودت حاجه دائما ماذا بيا كلمات جديد ولحن جديد وحاجه فوالا. والحمد لله ماذا بينا نخلو التاريخ تاعنا لانه احنا رانا كما يقولون غرسنا في الفن الشعبي الجزائري. ماذا بينا نجيبوا حاجه اللي نخلوها. عندي مواضيع بزاف يعني كما تاع الوالدين كما تاع عاصي الوالدين عندي كذلك لو كان يرجع صغور نحكي له ما دار فيا الامور كاين يا الجزائر. كنت شفت هكذاك في الكواليس على الحرقه على الكورونا درت على لي طورال على الجزائر واش عندنا كوم لي طورال درنا على السحور درنا على يعني الحمد لله. راني نقول لك عندي فيتا 50 اغنيه ولكن مازال ما درتش لانه انا ماذا بيا والله سي تان بليزير كي نطلعوا نخدموا حفل او عرس يجوا لعندك خدمنا هذيك لا شونسون تاعك تاع يا الجزائر مثلا ولا تاع الوالدين ولا هذه هنا تفيق باللي كاين ارتباط بين الجمهور وبينك يعني كاين كومينيكاسيون اللي
لهذا، وان شاء الله ان شاء الله انا نوعدوا الجمهور ان شاء الله انه نخدموا على جالكم ونجيب لكم غير الحاجه ان شاء الله اللي 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 تناسب، يعني تناسب الظروف المعيشيه، تناسب الظروف، يعني كما رانا في مناسبه تاع مولد النبوي الشريف. نعم بلك نزيدوا كانما يعني ندوا ان شاء الله اجر ولا حسنات. الحمد لله. فوالا هذه الحمد لله، يعطيك الصحه وان شاء الله مزيد من النجاح، المزيد من التالق في هذا المجال، وان شاء الله دائما دمت صوتا وانسان يحمل هم الاغنيه الشعبيه. نعاود نرجع لك رياض. ماشي هم الاغنيه ولكن تبقى هوايه. نعم لكن فيه مادام انت شوف مادام الاصرار ديالك على كتابه الكلمات وتتخمش فيها الكلمات لانك تدرسها. لا مسؤوليه، هي تبقى مسؤوليه اكيد، فهذا هم. لان اخويا عبد الغني على بالك كي تجيب حاجه اليوم، العام هذا العام اللي فات خدمت مثلا، ما نهضروش على هذو اللي توصلني الله يرحمهم لانه كانت كورونا وكانت الحاله شويه، لكن العوام اللي فاتوا كي تجيب حاجه من بعد لازم العام اللي ماجي لازم تجيب حاجه اخر منها، هاي المسؤوليه فهمت. انا في 2011 درت البوم تاع الغربه وين اغنيه، يعني هذاك الالبوم صاب صعدة، يعني وين نروح نخدمه منه نجح، لازم تزيد تجيب حاجه موراها. 2012 درت اوماج القروبي الله يرحمه، درت اغنيه وين نقول له غاب علينا خيالك يا شيخ يا عميد، شحال تشوقنا لك وحشك كل يوم يزيد، الهاشمي قروبي فنك كان ومازال وحيد، الجمهور يحبك وصيدي متصيد، اباك صيدي متعال الصيد على السبع يصيد يصيد حتى. ومن بعد يعني 2013 درت الاغنيه تاع يا الجزائر يا بلادي، وكملوا لاسويت حتى اليوم، وان شاء الله رانا بريبارو ان شاء الله حاجه جديده ان شاء الله، يعني يعني تبقى رساله نمدوها انه الفنان في الجزائر ان شاء الله ان شاء الله ماذا بينا احنا كيما نسعى باش نكونوا في المستوى مع الجمهور، ماذا بينا ان شاء الله يكون صدى، تكون الخدمه وتكون كيما كانت، يعني بوكوا با لي تورني كيما كانت والحفلات وهذه، وارتباطنا يكون مع الجمهور مباشره، لانه نشكر وزاره الثقافه على ارتباط الفنان بالجمهور، لو كان ماشي هي يعني اللي تربط ببرامجها الفنان مع الجمهور، يعني نتلاقاو غير في اعراس وهذه، يعني وان شاء الله تشوف لهذا الموضوع تاع الفنان. ويعطيك الصحه اخويا عبد الغني، بارك الله فيك على وفيك بركة. بالعكس احنا دائما نفرحوا كي تجونا ونفرحوا كي تعطونا جديدكم وتعطونا جديد لهمنا ويهمنا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله نلقاو مع نروحوا الان رياض. رياض المنشد من الاشياء اللي لازم تميز فيه اداؤه للمقامات الصوتيه، احكينا انت واش هو حكايتك مع المقامات الصوتيه؟ حكايتي مع المقامات كمنشدين عامه، يعني لازم منشد بون ماشي لازم، كاين منشدين تلقاه محترف قوي الله يبارك ما شاء الله، وما عرفش اسمع المقامات مقاماته باسكو حاجه مزروعه في صوته يعني ويبقى من الاحسن لابد يطلع المقامات ويعرفهم، باسكو شغل كي تعرف المقامات تبدا اكثر. تراجع شويه مع نفسك انت نهار اللي تكون تقرا زعما مقام الكرد مقام البيات باسكو علاش كاين نقولوا كاين اناشيد ولازم تخدمهم بمقام واحد، ماشي لازم من الاحسن كي نقولوا مقام نهضروا على حاجه حزينه ولا نخدموا بمقام صابا، كي نهضروا على حاجه فرحه ولا حاجه نخدموا بمقام العجم، تما كل مقام ومواضيع اللي نخدموا بها. دوك واش تعطينا؟ صابا لا نخدم انشوده تاع مناسبه ما نسيت تاع فرح ماشي هكذاك نسيت ندخل شويه طابع صحراوي. بسم الله تفضل. بدا اسم الطابع العاصمي. نعم. للعاشقين لواهج لم يشفيها إلا الصلاة على الحبيب محمد، هم في جمال محمد هم في جمال محمد تبصر سنا ما النور إلا في جمال
محمد. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. ملك وملك ولحو مالك وميجود ولا حول ولا تدبير خلق الله ولا حيلة. تعطينا كملين من وين أنا الطابع صحراوي. تعطينا كملين فتعطينا كملين من وينا. اللهم صلي على النبي ركب البراق محمد عين الوجود طه. اللهم صلي على النبي ركب البراق محمد عين الوجود طه. اللهم صلي على النبي ركب البراق محمد عين الوجود طه. صلى الله عليه وسلم. يعطيك الصحة رياض وبارك الله فيك ويعطيك الصحة أستاذنا. أنا أعطيكم كلمة توجهها للمشاهد، توجهها لناسكم أحبابكم لجمهوركم اللي يتبعكم. باش نبدأ راح نكمل عندك شيخ. تحية خالصة لكل المشاهد الكريم اللي راه يشوف فينا في هذه الحصة، و ان شاء الله ينعاد علينا بالصحه ولهنا يعني علينا وعلى الامه العربيه المسلمه، وان شاء الله تبقى نصيحه برك يعني على المحارق هذه. ومنا ماذا بينا ان شاء الله يفيتي الواحد هذوك سورتو دراري صغار، يعني شفنا صرات كوارث، ماذا بينا ما تعاودش ان شاء الله يحتفلوا بطريقه يعني كما يقولوا في الطريقه يعني بطريقه اللي تكون بعيده على المظاهر السيئه، وخاصه انه الانسان هذه المناسبه يخليها مناسبه اللي يذكر اولاده، يذكر ابنائه، اولاد خاوته اذا كان الاخر، يذكرهم بسيره الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا اليوم يوم عظيم، ماشي يوم فقط لنشوفوه بالك ماكله ونشوفوه فيه فرحه، فيه رسائل اخرى، لانه الرسول صلى الله عليه وسلم جاء لهذه البشريه حاملا لرساله عظيمه، هي رساله القرآن ورسالة الإسلام والكثير من المواعظ التي لا بد لنا أن نعلمها لأبنائنا. هذا هو يعطيك الصحة بارك الله فيك. والله ينورك. نروح للرياض. رياض يعطيك الصحة، شرفنا اليوم ومشكور جدا على الأداء، على الحضور، على كل شيء. كلمة تقدمها للمشاهد الكريم، لعائلتك، الناس اللي يتابع فيك، أصحابك، أصدقائك، تفضل. بلا مزية، شكرا على هذه الاستضافة، الوجوه النيرة. الله ينورك. الوجه النير ما شاء الله. أستاذنا معنا كذلك. أستاذ قدم تحياتي كل جمهور العزيز المشاهد، بالأخص والدي الكريمين هما اللي كانوا لديهم بصمة في هذه الموهبة، ونوصي يستغلوا هذه المناسبة بمدح النبي وذكر خصاله الحميدة، وربي يوفقنا ان شاء الله. شكرا ان شاء الله. ربي يوفقك ان شاء الله والمزيد من النجاح والتألق، ولما لا نجحت اكبر بكثير. يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم. اما انتم مشاهدينا صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زالت امسيتنا وعدد اليوم برنامج واش قالوا مستمر، لكن بعد الفاصل ابقى معنا. عودنا رجعنا لكم مشاهدينا متابعي قناة الجزائر أنوان، ودوما عبر برنامج واش قالوا. وما موضوع اليوم؟ هذا اليوم المبارك الذي ولد فيه خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الفقرة الثانية وضمن برنامج واش قالوا نواصل الحديث على هذه المناسبة، على تقاليدها، وعلى كل المظاهر الخاصة بالاحتفال بهذه المناسبة. تلتحق بنا في الجزء الثاني من البرنامج واش قالوا كل من الزميلة أسماء خليف والزميلة شيراز
زكورادي مدام عندك اسم خليف. مساء الخير، صحة مولودك. مساء النور جميع غانو، صحة مولودك انت كذلك، وصحة مولود كل الأمة الإسلامية والجزائرية خاصة، ويعطيك صحة على هذا الاستضافة الطيبة في هذا اليوم المبارك، وإن شاء الله نقضيو معاكم سهرة ممتعة إن شاء الله. كذلك تحضر معنا الزميلة شيرا زكورادي، صحة مولودك. صحة مولودك انت فعلي، صحة مولود كل جميع الأمة الإسلامية، ونشكرك على هذه الاستضافه. العفو العفو. دار داركم الانوان تسع الجميع، تسع كل الشباب، تسع كل ابناء الجزائر اللي تفتح لهم ابوابها، وخاصه في هذه المناسبات اللي نلتقي فيها نستدرك فيها الكثير من الاشياء الجميله، ونلتقي فيها مع احبابنا لنتكلم كما اليوم نتكلم في هذه المناسبه، مناسبه جد عظيمه نذكر فيها خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك نرى مظاهرها ومظاهر الاحتفال بها هنا في الجزائر. اسماء خليف اللي هي زميلتنا ومقدمه برنامج رانا معاك اليوم، راهي حاضره معنا اليوم، احتراكي معنا مش احنا رانا معاك. الوغ اسماء، المولود احنا في كل سنه نحتفلوا به، بلك تختلف الطرق وتختلف المظاهر تاع الاحتفال تاعو، لكن دائما الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هو رساله لنخليو الجيل الحاضر مع الجيل المستقبل اللي دائما تكون فيه رساله تواصل. في كل مره نحتفلوا بهذا العيد هو تذكير باننا لازلنا نذكروا الجيل الجديد لما اطفالنا الصغار باللي بخصال هذا السيد، سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. حكينا شويه على المولود. والله زميلي غانو، نحن الشعب الجزائري شعب يعني حافظ على عادات وتقاليد، وخاصة في المولد النبوي الشريف، كل منطقة كل ولاية تحتفل بهذه المناسبة بالطريقة ديالها وبعادتها وتقاليدها. مثلا كما أنا كصحفية من قناة الجزائر أنوان، كنت عملت مع فئة من الشعب الجزائري، تلاقيت بهم برا، يعني حاولتي تفهمي منهم كي على مظاهر الاحتفال كيفاش يحتفلوا به. احكي لنا. كاين مثلا كيما نروحوا للشرق الجزائري، في الصبيحه ديالهم ينوضوا عندهم النيتواياج عادي، يروحوا يقضيوا، يروحوا الام تدي العائله تاعها البنات تاعها، يروحوا للسوق يقضيوا، يقضيوا يعني مستلزمات، وش راح يديروا في السهره، سهره المولد النبوي. يعني هي دائما هذه السهرات تكون عباره عن لمه اللي تلتقي فيها العائله، حتى احنا نقولوا اذا كانوا فيها زعما الابناء المتزوجين يلتموا في العائله. نعم الكبيره. نعم نعم. وتكون فيها ربما حتى هذا شغل، فيها لمه تكون فيها حلاوه. مثلا ويروحوا يقضيوا كما قلت لك، يوجدوا للسهره كل منطقه واش من الاطباق اللي يطبخوها في ويحطوها في السهره. مثلا كما في الشرق الجزائري مشهورين بالشخشوخه، في الغرب مثلا كذلك عندهم كما يقولوا العيش، في الوسط المناطق الوسطى مثلا كما انا من ولايه البويره، نحنايا نصف قبائل ونص عرب، القبائل يديروا السكسو كما يسميوه هما، كما تيزي وزو الكسكس اللي معروف بالكسكس بجايه، حنايا كعرب نديروا رشته، نديروا العيش، الشخشوخه، سما على حساب، سما حنايا نديروا يعني ميلونج تاع الاطباق. والهدف الهدف هي انه نعرضوا العائلات في هذه المناسبه، تلموا نقصروا نكونوا فرحانين بهذه المناسبه، ونتذكروا النبي صلى الله عليه وسلم عليه، نحكيوا قصص للدراري الصغار، نوريو لهم السيره النبويه. يعني كل منطقه وعندها عاداتها وتقاليدها، ولكن احنا كل شعب الجزائري متفقين على انه يعني يحتفلوا بهذا اليوم بالطريقه الخاصه بهم. نعم، وهذا واش راح نتكلموا عليه، يعني في العمل اللي قمتي به ونخرجتي لشوارع الجزائر، وراح نشوفوا الان بعض تصريحات المواطنين اللي عطاونا رايهم كيفيه الاحتفال هكذا في بهذا اليوم. يلا نتابعونا على ولا نعود. بسم الله الرحمن الرحيم، صلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد عليه افضل الصلاه وازكى التسليم. انا مواطن من متليلي ولايه غردايا. بالنسبة يعني الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف على مستوى ولاية غردية وخاصة يعني متليلي، الاحتفالات هذه تكون تقريبا مدايح دينية على مستوى جميع المساجد اللي موجودة في ناحية متليلي.
كذلك بالتزامن مع يعني هذه الاحتفالات لمدة لا تقل عن 19 يوم يعني منذ بداية حلول شهر المولد الكريم إلى غاية الأسبوع، نقوم بمدايح دينية، كذلك نقوم بمحاضرات في المساجد من طرف الأئمة، وهذا لذكر سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. تقاليدنا نديروا العشاء رشتا ولا تختوخه، ونديروا الحلوه ونديروا الطمينه فاكهه، نربطوا الحنه نولولوا هذه لي بوجي، لي بوجي تراز، نديروا محارق تراز جوز الكاوكاو والحلوه، الكراكو والسروال تلبسي ما يطلع دار مولات الدار تلبس جبه شابه مخدومه. هذا هو. السلام عليكم، صحة مولودكم، مولد النبوي الشريف، يعني نديرو تختوخة، نديرو الخفاف، ما كاين كنيس القضايين نخدم الخفاف، نخدم المسمن، نخدم ثغريفي، نخدم كلش، نفرح يعني الواش ولا كبخام، لاكود نخدم الشموع. بونجور، فوالا، جو سوي فينو، سام في بليزيغ دو باسي لو مولود إيسي دا مون بيي ألجي. Franchement, c'est très bien. Déjà, je suis invitée chez une copine, la mère Assihem. Il y aura des bougies, il y aura de mena. C'est comme un genre de grand festin. Franchement, ça fait plaisir. C'est la première fois que je passe le mouloud en Algérie. نخدم الحثال الحني، نخدم الكحل، نسبايا زكاين بالكوكس، نوافس زعما مولد النبوي الشريف يسمى نخدم بالكوكس زعما نوافس. بيان سور بيان سور، نفرح ياس، نفرح يعني حاجة يعني يدهان موسم يدهان. السلام عليكم، مرحبا بكم. على كل حال، حنا في مولد النبوي الشريف في منطقة ولاية النعمة عين سفرة، التقاليد نتاعنا هي واش نديرو، هي على كل حال نبدو بالمدح الدينية، نبدو بالقرآن اللي مات الوالا، ومن بعد نتوجهو للديار وين نخدمو احنا نقولوا نديروا الحنه البزوز البزوز صغار، ونقولوا القول نتاع كسمو نتاع مولد النبي الشريف، اي ويجونا نتعادوا ضياف يجونا منا ومنا، ونديروا كما يقول الروينه، نديروا المعكره الحلويات الكاطو، ونفرحوا بمولد النبي الشريف. هذا هو العاده تاعنا في المولود، نتلموا في دار كبيره، نديروا الشخشوخه، نديروا مديح ديني، و احسن نهار في حياتي هو المولود النبوي الشريف. سما نعقبوه في اسره مجمولين مع بعضنا، نقصروا لاتاي كوكا، و سما يعقب النهار ما شاء الله. احنا ولايه بسكرة المولود تاعنا نعقبوه ما شاء الله، نعقبوه الاولاد الصغار يلعبوا، ونلبسوا لهم كما نقولوا التقاليد تاعنا، نديروا طمينه، نديروا كاطو، نديروا كما نقولوا حوايج تاع تراديسيونيل، حوايج تقليديه. نعم، اذا كما شفنا يعني الكل اجمع على انه الاحتفال بالمولد النبوي يعني هو مناسبه اللي تخلينا دائما يعني نستذكروا خصال الرسول صلى الله عليه وسلم، ودائما مهما يعني تعددت واختلفت التقاليد واختلفت الاعراف، الا انه تبقى الهدف الواحد، وهو اننا نعرفوا الجيل الحالي بشخصيه هذا الانسان اللي قدم الكثير وجاب رساله الاسلام ورساله القران. هذه هي، وكمثلا من ضمن العادات كما شفنا في آراء الشعب الجزائري كاين غردايه كذلك، كنت تلاقيت مع فئه من ولايه غردايه. غردايه عندهم مع العشيه على المغرب يبداو المدائح، يروحوا كامل الجوامع، الرجال يروحوا للجوامع يتلقوا اناشيد دينيه حتى يوصل العشاء، وبعد كي يوصل العشاء يدوا الاطفال تاعهم يلعبوا بالمفرقعات. هي المفرقعات
كانت يعني عاده جديده، لانه في من بكري ما كانوش وحتى انه مظاهرها يعني في العصر الحالي نقصت، بحكم انه هذه المفرقعات واللي احنا نسموها المحارق ثمنها غلا حاجه الاولى، ومام يعني المصالح الامنيه احنا في الجزائر اصبحت يعني تمنع دخولها، وهذا شيء مميز وجميل انه هذه المحارق يعني هذه المحارق وهذه المفرقعات شغل تاذي اكثر من انها تدخل الفرحه. وانا نشوف دائما الحصيله اللي كنا نشوفها في رمضان، ان شاء الله هذا العام ما تكونش في حصيله، كل ما تلحق المولود نروحوا نشوفوا المستشفيات، نشوفوا الاستعجالات، نصيبوا فيه اصابات، واحد نحاولوا عينه، واحد يعني طاح كان يجري، وخلي يعني المخلفات تاعها من فرحه تاع مناسبه دينيه الى يعني لا قدر الله حتى وين توصل بلغت الوفاه، ولا لا قدر الله انه انسان يفقد عينه. هذه المظاهر السيئه اللي لازم احنا ثاني نوعيوا عليها ونتفاداوها، وتجي فرصه المولد النبوي الشريف باش نعاودوا نذكروا المشاهد انه ذكرى مولد النبوي هي ذكرى لما صح، ذكرى لإعادة يعني تطبيق خصال الرسول صلى الله عليه وسلم فينا في أبنائنا في الجيل القادم، وهذا هو الهدف. هذا هو الهدف. احنا ماذا بينا أنه الأطفال ما نعلموهمش على طريقة أنه يلعبوا بالمحارق، ولا نعلموا لهم أنه يرفضوا صفات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نحكي لهم السيرة. احنا ما نذكروش، احنا ماذا بينا أنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما نذكروش غير في هذا اليوم فقط، احنا ماذا بينا أنه في العادات اليومية تاعنا. بصح في هذاك النهار، النهار تاع المولد النبوي الشريف، نغتنموا الفرصه انه الطفل يحس بهذيك اللمه، يحس بهذاك اليوم، الاناشيد الدينيه، يعني تكون عنده احلاوه في هذا اليوم. نعم، مع الاطفال نبقى ونروح عند الزميله شيراز قرادي، وهي اصغر صحفيه معنا في قناه الجزائر انوان، تقدم برنامج انوان مع الاطفال، راكم شفتوه، واللي مازال ما شافوش يروح غير فقط لليوتيوب، راح يكتب انوان مع الاطفال، راح يشوف الزميله شيراز قرادي اللي تقدم هذا البرنامج، وبين تحاور الاطفال في عده مواضيع، ونشوفوا يقول لك البراءه الحقيقه تاتي من افواه البراءه، وهذا هو البيت تاعنا اليوم اللي راهي حاضره معنا شيراز قرادي. شيراز، لما تكلموا على المولود واش تقول لنا في المولود؟ هذا اليوم يوم مميز لكل الأمة الإسلامية، نعم، خاصة الأطفال يستناو هذا النهار باش نعم يفرحوا، باش يفرحوا، باش يتلموا مع العائلة تاعهم، يتلموا مع أصحابهم. انت دائما يعني مع تواصل مع اطفال، دائما تسقسيهم، تحاولي تفهمي معاهم، كنت خرجتي هذه المره؟ خرجت اليوم، تلقيت بعض اراء الاطفال حول اليوم هذا، يوم مولد النبوي الشريف. وش هي الاراء اللي ربما لفتت انتباهك؟ كل واحد وش قال لي، واحد يلتها مع اصحابه، وكل واحد وش قال. وهذا الشيء اللي راح نشوفوه ربما الان، راح نشوفوا الاعمال اللي قامت بها، كانت خرجت كذلك شيراز اليوم، وخاصه لنا في عظمة تروح تخدم انوان مع الاطفال، اليوم خدمتنا انوان مع الاطفال في برنامج وش قال. راح نشوفوا مناسبه ذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله على رسول الله، على افواه البراء. يلا نشاهدوا ونعاودوا نرجع. انا اسمي فراس العزازي، نطردك في المحالك في المولود، ونجتمع في دار بابا ولا يما، ونشعلوا الشموع، نديروا حاجات. انا اسمي نسرين، وباش ندير في المولود نلبس البسه تقليديه، وناكل حلويات، ونجتمعوا في الطاوله، ونوضع الشمع، ونتلموا مع بعضنا، ونطردقوا المحارق، نقول لهم مولود سعيد، وجوزو كيما تحبوا. اسمي ميليسا دعاء، ندير في المولود، نلعب مع صحاباتي، نطلق المحارق مع صحاباتي، وندير الحنة مع ماني، وخالتي، ونجتمع وقع في دار وحدة، وخالتي تطمينا وتشال المحارق، ونقول صحاباتي صحة مولودكم، صحة مولودكم، جوزوه مليح إن شاء الله. أنا اسمي ريحان، لقبيتها فرسيوان، وعندنا وحنشعلوا المحارق في المولود، ونديروا طمينة، ونشعلوا شمع، وحنديروا المحارق، ونشعلوا الشمع، ونديروا هذوك العفايس، ونخرج مع صحاباتي، نروحوا نلعبوا، كشغل هكا. صحة مولودكم،
وكل عام وانتم بخير. انا واسمي عبد القادر وفي المولد نشعلوا شمع ندخلوا محارق ونديروا طمينة ولا تايو خلاص ما يجوش صحة مولودكم هذا ما كانت كل عام وانتم بخير وان شاء الله ما يعيد علينا بصحة ولهنا. السلام عليكم. إياد ساجد شرقي. إياد إياد شو من الولاية؟ وين نسكن بصرة ومان؟ نديرو طمينة ونديرو نديرو شيكولا نشعل النوانات ونطردقو الحرق خلاص. نديرو في المولود نديرو عادتنا وتقاليد ننطردق الحرق مع أصحاباتي وندير حنا مع أماني. صحة مولودكم ولاقوا بالعام الجاي إن شاء الله. إذا كما شفنا شراز الأطفال دائما يعني كي تكون ما تلحق يلحق عيد يلحق اي مناسبه خاصه المناسبات الدينيه نشوفوا عندهم فرحه اكثر الناس اكثر الناس استقطابا يعني لهذه المناسبات. ربما انتم كاعلاميين صرتوا انت راكي في يعني ما شاء الله واش هي الرساله ربما اللي دائما تسعوا باش توصلوها مع الاطفال؟ رسالتي نهار اليوم لهم بمناسبه اليوم النبوي الشريف الحذر من المفرقعات واكيد انه الحذر ومعاه كذلك انهم خاصه الاولياء احنا نوجه رساله للاولياء انهم يرافقوا اطفالهم بقراءه وسرد المواقف تاع الرسول صلى الله عليه وسلم قصه الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نشر الاسلام قصته في مكه قصه نعم صفاته خصاله والكثير من الاشياء الجميله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله رسالتنا توصل للجميع شبابا اطفالا شيوخا كهولا لانه اليوم هذا يوم عظيم ويوم احتفالي يخلينا دائما نستذكر خصال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو كذلك من عاداتنا الجميله انه كما قلت منذ قليل في ولايه غردايه انهم يعني مناسبه لي يعني اللي تكون في المساجد اللي تكون في الزوايا اللي تكون في الاماكن الدينيه الروحانيه تخلي الناس دائما تعاود تحيي هذه الذكرى وتعرف كذلك بعض الاشياء اللي نكونوا بالك ما نعرفوهاش في ما نعرفوهاش تجي هذه المناسبه باش تعطينا معلومات جديده وتخلينا دائما قراب لديننا دين الإسلام اللي هو دين القرآن واللي جاب رسالة هو الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة عظيمة. إن شاء الله المشاهد دائما يستفيد من هذه المناسبات ودائما يخليها مناسبة ليرفد منها ويحمل منها خصال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعود نرجع لك أسماء خليف قلت لي كذلك احنا في الجزائر معروفين أنه في العيد احنا شو احنا كي يزيد عندنا الطفل في المنزل واش نديرو؟ نديرو له الاسبوع نديرو اسبوع نديرو طمينه وهذه اشياء احنا دائما كنت في المولود نشوفوا الطمينه يعني بعد ما يتعشاو يروحوا يصلوا وبعد ما يصلوا يديروا السهره ديالهم. دائما العائله تتلم كاين اللي سا ديبون كاين اللي يجيبوا نسابهم كاين اللي يجيبوا الاصدقاء ديالهم الزملاء كاين اللي يجيبوا الخالات العمات هما يعني عامه في الشعب الجزائري يحبوا يجيبوا الكبار زعما باغيزون بالاجداد يحبوهم باش هما يديروا لهم الحنه للدراري يحنيوا للدراري مثلا في العاصمه كي يديروا العشاء وكامل يلحقوا للسهره عندهم اكله يسميوها التخاز. هذه التخاز هذه يعني فيها المكسرات فيها الحلويات يعني حوالي 13 نوع من المكسرات. كذلك كي يكملوا قبل ما يلحقوا قبل ما يخرجوا الدراري يلعبوا يشدوا الصغير تاع الدار الصغير تاع الدار كامل طفل صغير يحطوه في 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 قصعه في قصعه ويرميو عليه هذيك التخاز التخاز هذه زعما باش تكون حياته فيها الخير فيها يعني فيها الخير يعني فيها الخير هي يعني العاده هذه يقوموا بها القبائل في 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 جانفي في جانفي يديروا يعملوها القبائل في المولد النبوي الشريف تعملها العاصمه. يعني هاك تشوف انه عاداتنا وتقاليد الشعب الجزائري يعني تقريبا متفقين عليها.
يعني مش في قبائل فقط، يعني في الشرق ولا في الغرب ولا في الجنوب ولا في الشمال، يعني كلهم يحتفلوا بهذا بهذا اليوم الشريف. وهذا الشيء كذلك زميلي قالوا في تلمسان، في تلمسان عندهم يحبوا يلبسوا الزي التقليدي، الزي التقليدي عندهم الشدة، عندهم كاين اللي يحبوا يلبسوا الشدة، وفي العاصمة يلبسوا الكراكو ويلبسوا قفطان، القبائل يلبسوا القبائلي، يعني يحيوا العادات والتقاليد تاعهم من الجانب الأطباق، من جانب اللباس، من جانب الديني. نعم. يعني فيها اختلاف، اختلاف ومميزات. نعم، هذا هو الشيء الجميل في الجزائر، جزائرنا الحبيبة اللي تسخر بعدة طبوع، بعدة تقاليد. لما تروح لتلمسان تعاود ترجع للعنابة، اللي تكون في العاصمة وتهبط للجنوب، راح تشوف وكأنك غادرت دولة من دولة، ولكنك أنت مازلت في الجزائر، جزائرنا الحبيبة اللي تسخر بعدة مؤهلات طبيعية سياحية، وحتى يعني في التراث، في التراث، في اللهجات. لما نتكلم عن اللهجات، تروح للعاصمة تلقى لهجة، تروح للجنوب تلقى لهجة، تروح للشرق تلقى لهجة، تروح للغرب تلقى لهجة. وهذا هو الشيء الذي يميز الجزائر عن باقي الدول. الله يبارك على بلادنا وربي يحفظنا. يعني ان شاء الله يعني لحمي راهي تشوفك يعني الحمد لله. هذا هو هذه الحاجة المليحة، يعني احنا في الجزائر انك تروحي من تلمسان تروحي العنابة، حتبدل الجو حقيقة، حتبدل الجو بناسها مضيافين ولهجاتهم، احنا نقولوا لهجتهم حلوه، ما شاء الله. هذه الاشياء الجميله، ناس عنابه من هذا المنبر. الله يبارك لنا العنابه وتبسه وتلمسان والزميله نوال راهي تشير لي ناس وهران، ناس وهران، ناس الغرب اللي دائما رحبوا بنا. كان عندنا عدد في برنامج وش قالوا في وهران، نقول لهم وهران في القلب، والجزائر دائما في القلب، وكل ولايه الجزائر في القلب. 150 ولايه. تكلمت على اللباس، انتم ما شاء الله اليوم راكم متفاهمين على اللباس التقليدي، احكي لنا شويه على اللباس. والله هذا اللباس كنا جبناه مع عند دانيا لوكاسيون، هذا بوتيك متواجد في الجزائر العاصمه في دار البيضاء، هي اللي عاونتنا في شنو هذا اللباس اللي لبسته. شنو مثلا كما انا كانت لبستني القفطان، هي انه الجزائر كل واحد واش يحب يلبس، وكل واحد واش الجو تاعو. يعني موروثنا كبير وعندنا، انا كنت حابه البس قبائلي، كنت حابه بدل التلمساني، من بعد بصح شفت باللي يعني كل واحد كيفاش يشوف. كيما مؤخرا قال لك الزليج، الزليج المغربي، والزليج هو كنت عاود تشوفيه في التاريخ، هو جزائري. وحنا نوجه رساله لاصدقائنا واحبابنا في المغرب، حنا نقولوا كذلك نفتخر بموروثنا ونفتخر كذلك بلباسنا. فالزليج الجزائري صح كاين في المغرب، لكن كذلك هذا لا يمنع انه من الموروث المشترك للمغرب العربي، وبداياته لو كانت يعني نعود نرجع للتاريخ حتصيبوا في الجزائر بدون اي عنصريه. وحنا نحبوكم ونقول لكم كل عام وانتم بخير، خاصه في هذا اليوم المبارك اللي ان شاء الله ربي يخاوي بيناتنا. ودائما راكم في القلب، وحنا رانا في القلب شعبا وحكومه وامه، لانه احنا تقاليدنا نفتخر بها، ونفتخر انه في الجزائر كما قلت بلد قاره فيه كل التراث، فيه كل المناخات، وفيه كل يعني الطبوع والتقاليد. عاود ارجع لللباس. لباس كيما انا راني لبست قفطان، لبست قفطان، قفطان هما يلبسوه في في العاصمة. معروفين يعني بالقفطان. نعم احنا هو بوكو بليس يعني الان راهم يعني اللباس هذه شوفوا لكن شوفوا اكثر في المناسبات، يعني في الاعراس ولا في المناسبات. والله هذا شيء يفرح، حتى تفرح انه مازلنا شادين في عاداتنا وتقاليدنا. وكاين زميلتي ثاني خليها هي تهضر. شكي لابسه كراكو، كراكو ما يحشمنا شويه، خلينا خلو امات توالف شويه. واش تعرفي على اللباس الجزائري؟ اللباس الجزائري هو لباس مقدر بالنسبه للجزائريين. اللباس الجميل دائما يكون عنده بصمه جزائريه، بصمه جزائريه. علاش نقول بصمه جزائريه؟ لانه المراه الجزائريه، وحتى اللباس الرجالي كنقولوا، لما تشوفي اللباس التقليدي فيه هيبه، فيه وقفه، فيه لمسه، وهذا الشيء الجميل. هذه هي كانت ربما قصرة خفيفة معاكم، ويعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. خلينا ربما أنها تكون نافذة، فتحناها على المشاهد الكريم باش نستذكروا هذه المناسبة، وممتون نتكلموا على تقاليدنا ونتكلموا على تراثنا اللي هو تراث كبير وطويل. يعني لما نتكلموا عليه راح تكلمي لي، راح تفتحي مجال باش نتكلموا على اشياء، سواء في اللباس سواء في الاكل، وخاصه لما تكون فيه مناسبات. في الاخير كلمه خلوها لكم، احنا نشوف الزملاء تاعنا كي توصل في النهائي، خلينا نعبر. يلا
الحرية التعبير كاينة في برنامج وش قالوا. تفضلي أسمع خليك. يعطيك الصحة أني فتحت لنا المجلس برنامج فوش قالوا. اليوم عندي ما راح نقول وعندي ما راح نهدي إهداءات للشعب الجزائري. مالي أغلقكم صحة مولودكم، صحة مولود كل الأمة الإسلامية والجزائرية خاصة من هذا المنبر. نحب العائلة تاعي نقول لهم صحة مولودكم، كل عائلة كبيرة وصغيرة، وللأم ديالي ونقولها إن شاء الله ربي يطول في عمرك إن شاء الله، وبابا ربي يرحمه ويرحم أبوك أنت كذلك، ربي يرحمه إن شاء الله ويرحم كل أمواتنا في هذا المناسبة الكريمة. كذلك نشكر طاقم قناة الجزائر أنوان على رأسها إبراهيم عامر اللي راهو دايما قايم على القناة قدم وساق، ومدام ننساو المخرجة نسيمة إبراهيم اللي دايما واقفة معنا، ونمساوش الطاقم التقني أميرة نوال وليد أيمن واللي راهم واقفين على الساتيليت هاجر رميسة. نشكركم، نشكر زميلتي وكذلك سيرين ملي نسيتهم سمحوا لي، نحبكم قاعدة قناة كامل الطاقم. وما ننساو وش تحية خالصة لعائلة عمراوي، وكاين واحد الحاجة جارتنا اللي نحبها من هذا المنبر ونموت عليها اليوم المولود تقوليها الحاجة غنيمة، يعني هذه جارة لينا ودايما تدعينا للقناة، دايما تكون واقفة معنا تعطينا غير دعاء التحدي وما فيها، والله يعني هذا الدعم لينا. ولا ما ننسى خويا عادل بيتزيريا وخويا نبيل اللي دايما واقف معنا، وعمو بشير لا ما ننسى وليك نتايا وزان إذا كشت الله يبارك. أسماء كنت أعطي لها اليوم الميكروفون ما تحفظ غير إهداءات الجيران لافامي، وخليها تتكلم ربي يحفظهم ان شاء الله. اكيد ان شاء الله ربي يحفظكم جميعا، وان شاء الله هذه المناسبه مناسبه مباركه علينا وعليكم جميعا. روح لك شيراز قرادي، كلمه تقوليها لاهلك لاحبابك ناسك ولا يشوفوا فيك. نشكرك انت الاول على هذه الاستضافه، ونشكر زميلتي اسماء اللي وقفت معايا في هذا المشوار، ونشكر ماما اللي عاونتني بزاف، ونشكر العائله تاعي، ونقول لكم صحه مولودكم. شكرا لك وتحية كبيرة للوالدة تاعك اللي هي وقفة من خلف الكواليس، يعني ما شاء الله وقفت علينا وقفت عليها وكانت سند لينا والدة شيراز قرادي. نقول لك يعطيك الصحة وصحة مولودك وليك وكل عائلتك وكل سكان مدينة البوليدة مدينة الورود اللي راهم يتابعوا فينا، نقول لهم كل عام وانتم بألف خير وربي يعطيكم إن شاء الله الخير دائما. سكان مدينة بوفارك، انتم من بوفارك ان شاء الله، انت من البويره، هاودا الشونطاج. يعطيكم الصحه، بارك الله فيكم، صحه مولودكم. في الختام نوجه تحيه لكل مشاهدينا متابعينا اللي يحبوا قناه الجزائر انوان، اللي يحبوا برنامج واش قالوا، بكلمه برساله باي شيء، حتى لذلك الجام اللي دوانا في لاباج، نقول لكم بارك الله فيكم ويعطيكم الصحه. نغتنم الفرصه باش نحيي العائله الكريمه، عائله بلاش وعائله شامبي، تحياتنا لهم مين ما كانوا. وكذلك نغتنم هذه الفرصه باش نحيي كل الزملاء الواقفين على انتاج هذا البرنامج وانتاج هذه البرامج التي تشاهدونها عبر قناه الجزائر انوان، الزملاء والزميلات، الطاقم التقني نوال طاري اللي هي دايره حاله يعني في الكواليس كل دقيقه، طاري دير لي هكذا، هاني قلت لك تحياتنا لافامي طاري وسكان كل سكان في وهران، احبابنا وناسنا، نقول لهم يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم على كل الدعم الذي تقدمونه لنا ولبرنامج واش قالوا. تحياتنا كذلك الاميره، تحياتنا الرحاب هذا معنا، ناس غردايه خونا دهمه، تحياتنا لناس طيف وخونا عامر، كتشوفوا يعني ما شاء الله قناه الجزائر انوان خليط من كل الولايات وكلهم شباب اللي رفعوا التحدي باش تكون القناه شبابيه 100%. ما ننساش كذلك ان نقدم تحيه لكل الاحباب والزملاء، تحياتي للزميله سمية بلغب، قيدي خولة، نسيمة شراد وكل زملائنا وأصدقائنا في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين اللي دائما يتابعونا ويقدمون لنا الدعم. كذلك تحياتنا لنسيمة اللي غنية عن التعريف، نسيمة إبراهيمي والزملاء المصورين وحاضرين معنا كذلك، وتحياتنا للطاقم جميعا يعطيكم الصحة. ما نساوش الأخ فرطاس، أنا شوف أنا كنت كملت يعني دخلت في المود تاعها وهي حابة تزيد تهدر وأنا ما نعطيهاش تهدر دركا خلاص لأنه هدرت بزاف. الحاجة المليحة اللي حنقولها كل يوم صحة مولودكم وربي إن شاء الله يتقبل منا ومنكم، وإن شاء الله هذه فرصة لينا باش نزيدوا نقرأ أكثر على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله، صلوا على رسول الله، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم. رسول الله.